وهنشوف اذا كان الراي ده لكل الضيوف ولا لا. هي بتقول ان الراجل حتى لو تظاهر بانه ما فيش مشكله، وانت يا حبيبتي والله يعني بصراحه الانجاز اللي عملتيه في شغلك ده شيء يسعدني، شيء يسعدني، انما هو من جوه مراتي مدير عام، كل يوم فراخ، كل يوم محشي، ايه ده، كل يوم حمام. طب يا ترى منى المراغي رايها ايه؟ الاول اخرج من السياق واقول ان انا سعيده جدا ان انا معاك النهارده، واحنا بجد. كمان شكرا يا منى. ارجع بقى لموضوع الحلقه واقول ان الموروث الثقافي والمجتمعي بيقول ان الراجل يحب ان هو يكون سابق خطوه وخطوتين وثلاثه الى ما لا نهايه عن الست. كويس. وحتى اتخلق على الارض الاول. كويس. فبالنسبه له الموضوع ده يعني لازم ابقى انا اللي واخد الليد، واخد السيطره من عندي انا، هي تبقى لو ناجحه بس مش انجح مني. ده العموم، اي الاغلبيه بيغير منها، بيغير منها وعليها. خد بالك ان النجاح جذاب. يعني بيضفي للشخصيه بريق، يعني ممكن يكون شخص مش حلو لكن لو نجح ده بيخلي حواليه العيون كتير، بينور. فالنجاح فيه جاذبيه، فممكن يكون بيغير منها لان هي متفوقه عنه، بيغير عليها لانها هتلفت النظر، ونفس الحكايه بالنسبه له، بس ده مش موضوع الحلقه دلوقتي. بس اقدر اقول كمان ان في نوع تاني نقدر نصنفه بيدعم المراه، بس مصنفهم انا على ثلاث انواع. في نوع هو اصلا ناجح يا استاذ معتز، ومكتمل نفسيا ومتوازن نفسيا، وشاف النموذج ده في بيته، ان ابوه بيدعم امه، ويعني شاف وهو بينشا التكامل ما بين الرجل والمراه، فحب ان هو يدعمها وان هي تبقى سيده ناجحه، وان نجاحها ده بيكمله. ده متصالح مع نفسه وعنده تقدري تقولي يعني ثقته في نفسه ما فيهاش مشاكل. بالظبط، هي بتكمله وهو حابب انه يشوفها ناجحه. في صنف تاني حابب ان هو يشوفها ناجحه عشان هيستفيد من ورا النجاح ده، اقتصاديا، علاقات، اي نوع من الانواع دي ممكن يستفيد من نجاحها بشكل او باخر. في نوع تالت مش عكس الاولاني، مش متحقق نفسيا، مهتز نفسيا، فعايز يتفشخر بيها، انا مراتي فلانه الفلانيه. ودول بتكمل له الصوره اللي ناقصه عنده. اللي ناقصه عنده حبذا لو المساله ده مثلا ليها علاقه برضه بالظروف الاقتصاديه اللي احنا فيها، لان الدخل الواحد يمكن ما بقاش يكفي، فالدخلين بيعملوا ده النوع اللي في النص اللي انا قلت عليه ان هو مستفيد منها، وخصوصا مع وجود طفل او كده المعيشه بتغلى يعني. تمام ده مستفيد منها. تمام. لكن التالت ده انت عامل لهم جدول، ده ممتاز. يعني حلو، واحد واثنين وثلاثه. اي خدمه. اي حد انت مياله لانهي نوع من الثلاثه؟ اكيد الاولاني. الاولاني طبعا. اللي هو ايه؟ الاولاني ده بيدعمها وبيخليها تتفوق وهي بتكمله، وهو شخص ناجح واثق من نفسه، فحياتهم في البيت على فكره بتبقى متوازنه، مش بس حياتهم بره البيت، كمان جوه البيت بيبقى فيه توازن. خد بالك ان هي برده لازم تكون ست ذكيه، هي طول الوقت لازم تقول له ان هو سبب في نجاحها، ان هو الاتموسفير اللي هو معايشها فيه مخليها تتقدم، مخليها تنجح، مخليها تدي في الحقل العملي بره البيت، وفي نفس الوقت هي اكيد بتبقى ست ناجحه جوه البيت. النجاح ما بيتجزأش مش بره بس، بره وجوه. طب افرضي هو راجع من الشغل وتعبان وجعان وعايز يتغدى، وهي برده راجعه تعبانه وجعانه وعايز تتغدى، بمنتهى ومفيش اكل في البيت، بمنتهى البساطه واللذاذه ما بينهم والتفاهم ما بينهم، هيجيبوا اكل من بره. يجيبوا هما الاثنين اكل من بره. يجيبوا انا من بره، هيعزمها على الغداء، او هي تقول له ده تقصير مني، انا حبيبي اللي عازمك على الغداء النهارده، وهي ترضى ان جوزها ياكل. هو انا ممكن اعترض؟ ده يوم هما الاثنين تعبانين، هما جايين تعبانين. انا عامله لك دقيه محشي ورق عنب، تاخد الصباع ده تعدمني يا حبيبي، ايه ده؟ طب يا استاذ معتز، الو دليفري، هاتوا لنا بيتزا. ده لو مره، لكن انا عايز اقول لك على حاجه، ان الستات دي النوع ده برضو بيبقى مجهز الاكل من بالليل مثلا او من الصبح جاهزه، يعني دي شاطره في كله. طب انا عايز اقول لك حاجه، النموذج ده شفته فين بقى؟ في معالي الوزيره سحر نصر، شفت لها حلقه في احدى القنوات بتتكلم من جوه بيتها، وبتقول ان جوزها رجل الاعمال الاستاذ مجدي بيدعمها جدا، ان هي ست اخذت الدكتوراه بتاعتها من وهي متجوزه وهي مخلفه وكانت حامل ومعاها طفل تاني، وان هي بتدخل المطبخ وبتطبخ كوارع، اهي واصله لمرحله يعني وزيره. بتطبخ كوارع؟ بتطبخ كوارع، تصدق؟ فعلا؟ والله بنفسها. الوزيره؟ سحر نصر. فعلا بتطبخ كوارع؟
والله بس دي معلومة حلوة قوي جدا جدا يعني. طب بتطبخها يعني؟ لا ما دخلتش مع المطبخ. بالطريقة الشيك ولا بالطريقة البلدي بتاعت الحتت الشعبية؟ انت بتاكلها انت بتاكلها ايه؟ انا اكلها في اي طريقة. المهم مش مهم انا سيبك مني، بس دي معلومة حلوة ان الوزيرة بتطبخ بنفسها، دي معلومة بالنسبة لي تخدم محتوى الحلقة.